أهلا بكم إلى لايف، حلقة جديدة، مساحة جديدة نفتح من خلالها أفاقا للحوار ونناقش فيها جملة من المواقف السياسية. عناوين حلقة اليوم: بعد جولة المسار العسكري، انطلاق جولة المسار الاقتصادي في القاهرة، ونناقش في الجزء الثاني من حلقة اليوم: صوت مرتفع في جدابية، شكاوى مواطنين من البنية التحتية المتهالكة، إلى النقاش مباشرة. في القاهرة يلتقي مجموعة من الخبراء وممثلين عن المؤسسات المالية في ليبيا ضمن المسار الاقتصادي الذي رسمته البعثة الأممية بعد مؤتمر برلين، ثالث المسارات بعد العسكري الذي انتهت جولته الأولى أمس، والسياسي الذي من المتوقع أن يبدأ في 26 من الشهر الجاري لا يبدو أنه مسار سلس، فكثير من الصعاب سوف تواجه البعثة الأممية والمجتمعين في القاهرة من أجل إنشاء هيئة تضم خبراء السياسات العامة للانخراط في حوار من أجل تحقيق التوائم كما يقال بين السياسة الاقتصادية والسياسة المالية، لكن ليس بشكل مباشر وسريع إنما بشكل تدريجي، هذا فضلا طبعا عن التحضير للتوحيد المؤسسي في نهاية المطاف. المسار الاقتصادي مشاهدينا الكرام هو موضوع الجزء الأول من حلقة اليوم، النقاش بعد التقرير. تنطلق في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد وعلى مدار يومين متتاليين الاجتماعات التحضيرية لانطلاق المسار الاقتصادي من خطة حل الأزمة الليبية التي أعلنتها الأمم المتحدة والمكونة من ثلاثة مسارات رئيسية: عسكري وسياسي واقتصادي. الجلسة الخاصة بصياغة الاختصاصات سيحضرها 19 خبيرا اقتصاديا من ليبيا يمثلون المؤسسات المالية والاقتصادية الرئيسية فضلا عن مختلف القطاعات الاقتصادية. ومن المنتظر أن يخلص هذا اللقاء إلى تشكيل لجنة تضم خبراء السياسات الاقتصادية العامة في ليبيا تمهيدا لانطلاق مباحثات المسار الاقتصادي التي تهدف لتحقيق التوأمة بين السياسة الاقتصادية والمالية بشكل تدريجي والتحضير للتوحيد المؤسسي في نهاية المطاف. وحول تفاصيل المقترح الذي سيطرح على طاولة النقاشات اليوم، نقلت صحيفة الاتحاد عن مصدر مطلع قوله أن التفاصيل الأولية المتوفرة بشأنه تقول أنه ينص على أن يكون للجنة مستويان: الأول عبارة عن مجلس استشاري يتولى مراجعة واعتمادات التوصيات الخاصة بالسياسة العامة، فيما يتمثل الثاني في أمانة عامة تتولى إعداد التوصيات الخاصة بالسياسة العامة. أما عن جدول الجلسة الأولى فإنها تتضمن كلمة ترحيبية للمبعوث الأممي غسان سلامة، وبعدها تحديد المحاور الأساسية للجنة الخبراء، تليها مراجعة اختصاصات اللجنة والانتقال إلى ملف إعادة الأعمار في ليبيا وتوزيع الإيرادات والشفافية. من مدينة بنغازي مشاهدينا الكرام يلتحق بنا الدكتور عطية الفتوري أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي لنتحدث عن هذا المسار الاقتصادي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وسوف يكون معنا في هذا الجزء الأول من العاصمة المصرية القاهرة حيث تعقد هناك اللقاءات المباشرة بين الشخصيات التي تمثل المسار الاقتصادي. سيلتحق بنا الصحفي المصري السيد أحمد جمعة ليقدم لنا معلومات إن كانت متوفرة. طبعا علمنا منذ الصباح الباكر أن هنالك جلسة مغلقة وأن الصحفيين منعوا من الدخول إلى قاعات اللقاء، ولكن قد يكون هنالك أي معلومات ومستجدات سوف نوافيكم بها في هذا الجزء الأول. دكتور عطية مرحبا بك وشكرا لتلبية الدعوة. استهلال سؤال افتتاحي، هل أنت من المؤيدين دكتور لهذا المسار الاقتصادي الذي ترعاه الأمم المتحدة، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحديدا؟ أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
أنا بطبيعة الحال راهو أنا كنت أحد المدعوين لحضور هذا اللقاء في القاهرة، ولكن عندي ظروف اجتماعية خاصة بي طبعا هي التي منعتني من الحضور، وطبعا قدمت اعتذاري لعدم تمكني من حضور هذا اللقاء اللي هو موجود في القاهرة. أنا أعتقد طبعا لا شك أن يعني تدخل الأمم المتحدة في الشأن الاقتصادي والسياسي وغيره أصبح شيء ضروري، يعني لأن أصبحنا نحن الليبيين لا نستطيع أن نجلس وجها لوجه مع بعضنا، ونحن نعلم أن هناك كثير من القضايا الاقتصادية التي تحتاج إلى ضرورة اللقاء بين كل المسؤولين والخبراء يعني الليبيين، يعني ولم يستطيعوا أن يجتمعوا مع بعضهم طبعا، فيمكن الأمم المتحدة أخذت المبادرة بأن تجمعهم مع بعضهم طبعا. فأعتقد أن هذا اللقاء هو مهم، ويجب أن يكون لقاء يعني ينظر إلى مصلحة البلد بشكل عام دون أن يكون هناك جهوية ودون أن يكون هناك يكون مغالبة أو شيء من هذا القبيل. نحن الليبيين كلنا يجب أن نعيش في مستوى حياة واحد، يجب أن يكون هناك تقارب في مستويات المعيشة، في الإمكانيات النفط وغيرها من الموارد الطبيعية اللي موجودة في أرضنا. طبعا هذه ملك لكل الليبيين، ويجب أن توزع طبعا على كل الليبيين، والنظر إلى كل المناطق التي تحتاج إلى مساعدة. فأعتقد أن هذا الشيء الذي يفترض أن يخرج به هذا الملتقى، وهو أن يعبر عن كيفية الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية التي نعيشها. نحن لدينا الكثير من المشاكل الاقتصادية، بعض منها يمكن حل في المدى القصير، وبعض منها يمكن لا يحل إلا في المدى الطويل. وأعتقد أن هذه المشاكل الاقتصادية قد تخلف مشاكل سياسية واجتماعية، ونعرف نحن الاقتصاد هو الذي يعني دائما يتحكم في حياة الناس ويوجههم يعني. ولكن كما نعلم جميعا بأن المشكلة السياسية لا زالت قائمة، وأن والمشكلة الأمنية أيضا يعني. وأنا أعتقد أن كل مشاكلنا السياسية الاقتصادية لا تحل إلا بعد حل المشكلة السياسية، يعني يعني الاقتصاد ومثلا النفط وتوزيع إيرادات النفط والتنمية المكانية والرقي بالمجتمع والرقي بمستوى البنية التحتية وغيرها. هذا لا يمكن إنجازه إلا في ظل توافق سياسي وفي ظل وجود أمن مستتب في كامل ربوع البلاد. طيب. على أي حال يعني أنا أعتقد أن هذا النقاش اللي الآن يناقش في القاهرة إذا كان نقاش صحيح لا يمكن تطبيقه إلا بعد أن يكون هناك فيه أمن وأمان، وأن تكون هناك فيه توافق سياسية. طيب. سنأتي إلى مسألة الظروف الملائمة أو الأجواء اللي يجب أن تتوفر حتى يعني تسمح بتطبيق أي مخرجات الملتقى القاهرة، ولكن يعني قبل أن ندخل في صلب القضايا اللي ممكن تناقش، أنا عندي سؤال يعني يلح عليه شخصيا ويلح على كثير من المتابعين، على اعتبار أن حضرتك وجهت لك الدعوة مع أسماء أخرى من بينهم محمد الفطيسي، من بينهم فرحات بنقدارة، من بينهم شخصيات كثيرة، من بينهم حتى أسماء حسب ما قرأنا دكتور عطية ليس لها علاقة بالشأن الاقتصادي. وهنا يلح السؤال، ما هي المعايير أو على أي أساس تم اختيار أو تم انتقاء هذه الشخصيات كي تذهب إلى القاهرة وكي تناقش وتنخرط في هذا المسار الاقتصادي؟ أنا لا أعرف المعايير التي على ضوءها يعني تم اختيار هذه المجموعة. أنا طلعت على الأسماء، وربما فعلا بعض الأسماء التي قد ليست لها علاقة بالشأن الاقتصادي ولكن لها علاقة بالشأن العام، ودائما في بعضهم يتكلموا في يعني في النت ويتكلموا على قضايا سياسية وغيرها، وربما عندهم حتى مواقف يعني غير أنا قد لا أتفق معهم فيها يعني. ولكن أعتقد أن المعايير إذا كان هذا هو اجتماع للاقتصاديين يجب أن يكون يراعوا فيه عملية التخصص، أن يكون هم اقتصاديين فعليين، وأن يكونوا بقدر الإمكان ناس غير متحيزين وغير جهويين. يعني أنا نعرف أن في كثير من الاقتصاديين سواء هنا في الشرق في بنغازي أو في البيضة وغيرها وفي طرابلس وفي حتى في مصراتة وغيرها، ناس ما هم جهويين وناس يعني خبراء بمعنى الكلمة، يعني الخبير يجب أن يدلي بما يعرفه
عن الاقتصاد وكيف يتم تنمية هذا البلد بدون التحيز لمنطقة أو غيرها. يعني نحن يخططون حتى الخبراء الأجانب اللي هم لا يعرفوا شيء عن ليبيا، ما بالك بأن احنا ليبيين وعايشين في ليبيا ونحن نعرف ليبيا ونعرف احتياجاتها أكثر حتى من الخبراء الأجانب. طيب. يعني هل في مخاوف يا دكتور؟ أنا لا أعرف المعايير اللي تم الاختيار طيب. عليها. يعني. طرحت نقطة مهمة، هل في مخاوف إنه هذا الحوار ينزلق ويذهب إلى يعني إلى اتجاهات أخرى، اتجاهات الجهوية؟ لأنه يعني نعتقد إنه المسار الاقتصادي هو مسار فني بحت، يعني مسار أكاديمي تخصصي علمي، لا مجال فيه للعواطف ولا مجال فيه للانتماءات السياسية، هكذا نعتقد. لو مخطئين صلحنا دكتور. صحيح، لا هو صحيح، وأنا أعلم أن كثير من المشاركين ما ليس تخصصهم اقتصاد ولا يعرفوا شيء عن الاقتصاد. طبعا هو الاقتصاد يعني كأي علم آخر يستطيع أن أي واحد يتكلم عليه يعني في القشور متاعه. يعني مثلا أنا مثلا نقدر نتكلم عن الطب، يعني نعرف الأمراض ونعرف بعض الحاجات الأعراض ونعرف بعض الأدوية ونعرف كذا، أو في الهندسة أو في أي شيء، لكن هذا لا يعمل مني طبيب يعني. وهكذا بالنسبة للاقتصاد أو بالنسبة للتخصصات الأخرى، ففي ناس يتكلموا عن الاقتصاد، وفي أنا بيني وبينك يعني في ناس حتى تتكلم عن الاقتصاد في هذه الفضائيات غلط، يعني كلامهم غير دقيق يعني. وهذا أعتقد هو خطأ الأمم المتحدة إذا كانت يعني اختارت بعض الأشخاص. في بعض الأشخاص اللي نعرفهم أنا بالاسم هم فعلا اقتصاديين، يعني عدد منهم قليل طبعا، مش كثير، ولكن أغلبهم حقيقة الأمر هم غير اقتصاديين يعني. طيب مشاهدينا الكرام، جدول الأعمال بحسب ما ورد لـ 218 نيوز من شخصية اقتصادية موجودة في مصر هذه الأيام، يتضمن حوارا من يومين، الأحد 9 فبراير، يتضمن في البداية التسجيل كلمة ترحيبية من الممثل الخاص الأمين العام غسان سلامة، تحديد المحاور الأساسية للجنة الخبراء، بعدين في استراحة قصيرة، من ثم فيه مراجعة لاختصاصات اللجنة، من ثم هنالك وجبة غداء، من ثم ننتقل تقريبا يعني للمرحلة الدسمة. المجموعة الأولى طبعا يقسم لمجموعتين، المجموعة الأولى مناقشة آلية إعادة الإعمار في ليبيا، والمجموعة الثانية حتناقش مسألة توزيع الإيرادات ومسألة الشفافية اللي للأسف غايبة تماما في ليبيا من 8 سنوات. بعدين في استراحة قصيرة ننتقل إلى الجولة الأخرى، في المجموعة الأولى مناقشة حول توزيع الإيرادات والشفافية، ومن ثم فيه مناقشة آلية إعادة الإعمار في ليبيا. في نهاية هذا اليوم هنالك إحاطة من البعثة حول مسار برلين الممثل للمجتمع الدولي. 10 فبراير خلاصة اليوم الأول، إجاز من المجموعتين، استراحة قصيرة، مراجعة نطاق عمل كل مسارات العمل، وملاحظة ختامية وإحاطة من البعثة. هنالك المعلومات الأساسية اللي يعني موجودة في البداية من لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية، الجلسة الخاصة بصياغة الاختصاصات هكذا يعني موجود. وحنسأل الدكتور عطية الفتوري ماذا تعني هذه الجملة أكثر بشكل أكاديمي. هنالك المعلومات الأساسية، الغرض من اللجنة هو إنشاء هيئة تضم خبراء السياسات العامة الليبيين للانخراط في حوار من أجل تحقيق التوائم بين السياسة الاقتصادية والمالية بشكل تدريجي والتحضير للتوحيد المؤسسي في نهاية المطاف، وقد تم وضع مفهوم اللجنة مبدئيا خلال الأعمال التحضيرية للحوار الوطني واعتمد في خلاصات مؤتمر برلين. دكتور عطية الفتوري، نريد تفسير لهذه الجملة، الجلسة الخاصة بصياغة الاختصاصات، ما هي الاختصاصات اللي حتصاغ اليوم وبكرة في القاهرة؟ الاختصاصات أعتقد هي يجب أن تكون اختصاصات اقتصادية لهذه اللجنة، يعني شنو المطلوب من هذه اللجنة أن تفعل وتقدم من رأي مبني، يكون رأي علمي صحيح يساعد على حل المشاكل الاقتصادية اللي هي موجودة الآن في ليبيا واللي يعاني منها الشعب بشكل عام. يعني واضح، فهذه يعني هذه نقطة واضحة. لو كنت حاضرا يعني دكتور، انت في البدايه قلت وجهت لك الدعوه وايضا القائمه اللي طلعنا، لا اسمك موجود، حضرتك موجود دكتور، لو كنت حاضرا ماذا كنت ستقول وما هي القضايا اللي ترى ان هي تحوز على الاهتمام اليوم؟ اي هناك قضايا كثيره، يعني يمكن جزء منها محل خلاف او محل
نقاش يعني بين الأطراف المختلفة في ليبيا، ولكن أنا أعتقد أن يعني الشيء الجوهري في النقاش يجب أن يكون على توزيع إيرادات النفط طبعا، أو توزيع الثروة. هم أحيانا يقولوا توزيع الثروة، لكن هي الثروة هي الثروة اللي في بعض الأرض النفط، لكن لما يطلعوه النفط من 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 بعض الأرض ويبيعوا يقعد دخل يعني، وبالتالي توزيع الدخل، توزيع الدخل هذا يجب أن يعني يساهم في رفع مستوى حياة الليبيين أينما كانوا، سواء كان في المدن الكبيرة أو في القرى أو في الصحراء أو غيرها. يعني يجب أن يشعر الليبي بأنه أينما كان في ليبيا مستوى حياته أو مستوى الخدمات التي تقدم له هي نفس المستوى، سواء كان في طرابلس ولا في بنغازي ولا في سبا ولا في أي قرية أخرى في ليبيا. لابد من الاهتمام بالتنمية المكانية طبعا، وهذا شيء مهم جدا جدا، التنمية المكانية، أيضا حقوق الجيل الأجيال القادمة في ثروة النفط. نحن نعرف أن ثروة النفط ثروة ناضبة، وبالتالي يمكن تسمع أن النفط يعني قريبا ربما حتى استغنوا عليه بشكل كبير، وهناك بدائل للطاقة. يعني في كثير من الأشياء التي يجب أن تناقشها. عندنا مشاكل محلية أنا يعني اللي هي دور الدولة والسياسات الاقتصادية في حل مشكلة البطالة بالدرجة الأولى. نحن عندنا مشكلة بطالة متفشية ولا أحد ينظر إليها ولا كيف حلها. يعني ناس خرجين من الجامعات، خرجين من معاهد، خرجين من كذا، لا يجدوا عمل الآن، وبالتالي كيف البطالة هي مشكلة اقتصادية اجتماعية سياسية أمنية. يعني طيب. الشخص اللي لا يشتغل هذا ممكن يدير أي شيء آخر. يعني كثير من مشاكلنا الاجتماعية هي أساسها اقتصادي، وبالتالي هذه المشاكل الحقيقية اللي يجب أن نركز عليها حتى يمكن أن نضع لها حلول عن طريق السياسات المختلفة، وبالتالي ننجح لو احنا درنا هذا الكلام. يعني اعتقد ان اللقاء اللي في القاهرة يجب ان يركز على هذه الاشياء الضرورية للمجتمع الليبي وحل هذه المشاكل التي تقابلنا بشكل يومي، هؤلاء الخريجين، توزيع الامثل. نحن نرى ان الان ان في ليبيا في تفاوت في توزيع الدخل بشكل كبير جدا جدا. هناك بعض الفئات قليله في هذا المجتمع اصبحوا يملكون حتى مليارات، يعني في حين ان اناس اخرين اغلبيه كبيره تعيش على حد الكفاف. هذه لابد من معالجتها المشكله هذه، يعني مشكله اجتماعيه انسانيه اقتصاديه خلقها هذا الوضع اللي احنا موجودين فيه الان. يعني ففي كثير من القضايا والمشاكل التي يجب أن يناقشها مؤتمر الموجود في القاهرة. سنعود إليك دكتور، ويجب أن تثار حتى لو لم يثيرها بعض الأشخاص. طيب. سأعود إليك، بس نستقبل السيد أحمد جمعة صحفي المصري معنا عبر الهاتف من العاصمة المصرية القاهرة. سيد أحمد مرحبا بك، شكرا لتلبية الدعوة. هل من معلومات حول المسار الاقتصادي؟ اهلا وسهلا بحضرتك. يعني اليوم انطلقت جلسات الافتتاحيه للمسار الاقتصادي برعايه بعثه الامم المتحده لدعم في ليبيا بحضور ما يقرب من اكثر من 19 شخصيه ليبيه. يعني التمثيل الاكبر لاحظنا من خلال الاسماء الوارده التمثيل الاكبر من المنطقه الغربيه. اليوم تم النقاش حول توزيع عادل للثروات ما بين أبناء الشعب الليبي. يتم التشاور الآن حول آلية توحيد المؤسسات المالية والنفطية والاقتصادية للعمل على وضع برنامج إصلاح اقتصادي، لكن يبدو أن هذه الاجتماعات لن تؤتي ثمارها في حال لم ينجح المسار العسكري، لأن المسار العسكري مرتبط بالمسار الاقتصادي، لأن جزء كبير من أزمة ليبيا في توزيع الثروات هو توجيه جزء من ثروات الشعب الليبي إلى الميليشيات المسلحة التي تتواجد في العاصمة طرابلس، توجيه جزء كبير من واردات النفط إلى رواتب يعني أشخاص مجهولون، لا يعرف أحد من هم هؤلاء الأشخاص، ولكنهم يمثلون ميليشيات مسلحة. إذن المسار الاقتصادي في القاهرة مرتبط بالمسار العسكري. البعثة تعمل الآن على وضع مسودة أو رؤية أو استراتيجية واضحة ليتم الاستناد عليها في عملية توحيد المؤسسات الاقتصادية الليبية، المؤسسات المالية، المؤسسات النفطية. النقاشات يعني تدور منذ الصباح حول
هذه الأمور، لكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى نقاط محددة. يعني فقط تم التطرق إلى وضع آلية لتوحيد المؤسسات، لكن لم تخرج حتى الآن الاجتماعات بجديد. سيواصل المجتمعون يعني اجتماعاتهم غدا للتوصل لاتفاق حول بنود محددة. البعض عارض هذا اللقاء فقط لأنه يعقد في العاصمة المصرية القاهرة، خصوم المؤسسة العسكرية يرون أن القاهرة غير محايدة، وبالتالي أي مخرجات لن تكون في صالحهم وقد تكون منحازة إلى المؤسسة العسكرية. ما رأيك؟ يعني لابد أن نوضح نقطة هامة للغاية. الاجتماع يعقد في القاهرة، لكن من يتولى ترتيب الاجتماع وتنظيمه وطرح جدول النقاشات هي البعثة الأممية. القاهرة لا تتدخل في جدول الأعمال الذي يتم مناقشته ما بين الأطراف، لا تتدخل في عقد الجلسات، لا تتدخل في أي شيء. هي فقط دولة تحتضن الاجتماع، هي فقط تستضيف الاجتماع، تهيئ الأجواء للأطراف، لكن البعثة الأممية هي التي تنسق وهي التي ترتب. وبالمناسبة البعثة الأممية اليوم منعت كافة وسائل الإعلام من الدخول إلى الاجتماع منذ الصباح، ولم تسمح لأي إعلامي أو صحفي بالتقاط صورة أو نقل حقيقة ما يجري داخل الاجتماع. يعني نتحصل على المعلومات من مصادرنا داخل الاجتماع من بعض الشخصيات المشاركة، لكن البعثة الأممية يعني قام يعني عمل جلسات. هل ترون أن هذا النهج سليم من البعثة الأممية؟ يعني قد يكون سليم بسبب حالة الاستقطاب الحالية في ليبيا، وبسبب يعني رفض بعض الأطراف داخل البعثة وتحديدا السيد غسان سلامة أن يتم تسليم ما يتم التشاور خلاله في هذه الجلسات إلى وسائل الإعلام إلى حين التوصل لاتفاق. هذه الأمور يعني يرحب بها كثيرا عندما يكون هناك استقطاب ما بين طرفين متخاصمين ومتناحرين، لأن وسائل الإعلام يعني البعثة الأممية ترى أن في حال تسرب أي معلومات قبيل حسم عدد من الملفات يمكن ذلك أن يفشل الاجتماعات بشكل كامل. يعني هو نهج يعني تنتهجه بعض البعثات الأممية في عدد من الدول الصراع، لكن يجب على البعثة أن توفر المعلومات الكافية وكافة التفاصيل التي تحتاجها وسائل الإعلام للتعرف ونقل حقيقة ما يجري في هذه الاجتماعات إلى المواطن البسيط. لكن البعثة حتى الآن الاجتماعات مغلقة، وحسب معلوماتي أيضا أن الاجتماعات غدا مغلقة ولن يسمح لوسائل الإعلام بالحضور. أشكرك جزيلا ضيفنا العزيز الصحفي المصري السيد أحمد جمعة، كنت ضيفا عزيزا عبر الهاتف من العاصمة المصرية القاهرة. نعود إلى الدكتور عطية الفيتوري. دكتور عطية، في جدول الأعمال اليوم هنالك حديث عن إعادة الإعمار، يعني هل هذا الوضع يستقيم مع ما تمر به البلد اليوم؟ نعم، هو إعادة الإعمار واحد من الأهداف الاقتصادية التي يجب أن تشملها أي خطة اقتصادية أو إصلاح اقتصادي. يعني نحن نعلم أن أكثر من نصف مدينة بنغازي هو مهدم، وبعض أطراف بنغازي يعني وسط البلد وغيرها من الأماكن هي مهدمة، شوارع كاملة بالكامل مهدمة ما تقدرش تمشي فيها يعني. وكذلك الحار ربما إلى أقل بس شوية في مشكلة أولويات. هو صحيح مهمة دكتور، بس يقال أنه في مشكلة أولويات. أنه ليش يوضع بند إعادة الإعمار هو الأول ولا يتم التطرق إلى مسألة توحيد المؤسسات المالية والنقدية، لأنه في جدول الأعمال مش موجود في توزيع الإيرادات والشفافية في إعادة الإعمار، بس مسألة التوحيد مش موجودة دكتور. هو سطاها ريت، هي يعني إعادة الإعمار والأشياء هذين والتوحيد المؤسسات. توحيد المؤسسات لا يمكن أن يتم إلا عن طريق توافق سياسي. يعني كيف تبي توحد مصرف ليبيا المركزي اللي في الشرق واللي في الغرب؟ كيف تبي توحد الحكومتين، في الحكومة الليبية في البيضاء وفي المؤقتة في طرابلس؟ ما يعني لابد أن يكون هناك توافق سياسي يتم الاتفاق، والسلطة التشريعية طبعا هي لازم هي اللي تتولى هذا الأمر. يعني لازم يكون في سلطة تشريعية واحدة. إذن هذه السلطة التشريعية إذا المسألة المهمة جدا مرهونة بالمسار السياسي، فإنه يعني ما ننتظرش الكثير من المسار الاقتصادي، ما نرفعوش السقف. أنا قلت لك من البداية قلت لك أنا نقدرش نديره أي مسار سياسي ولا نديره خطة اقتصادية إلا بعد ما يكون في توافق سياسي.
يعني التوافق السياسي هو الأساس، لأن لما تدير خطة اقتصادية مثلا أو إعادة أعمار أو كذا على أي أساس؟ يعني من اللي بيدفع؟ يعني إحنا عندنا حكومتين وعندنا مصرفين مركزيين، من اللي بيتولى هذه الأمور؟ وعندنا المشكلة أن عندنا إيرادات النفط بالعملة الأجنبية وحتى بالعملة الوطنية كلها موجودة عن طرف واحد من 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 من, من, من الطرفين، فيصعب الأمر أنك أنت تتكلم على 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 إعادة إعمار أو تتكلم على حتى حل مشكلة البطالة أو التضخم وغيره، يعني طالما أن هناك يعني جهتين يعني أو هناك تشظي في المؤسسات. لكن وبالتالي أنت باش توحد المؤسسات لازم يكون المسار السياسي هو الأول يبدأ، لازم يكون في اتفاق بين السياسيين. لما يكون في اتفاق بين السياسيين معنى ذلك أن يكون في استقرار سياسي، معنى ذلك أنك أنت تقدر تخطط في الاقتصاد وتقدر تقول لو درت هذه شنو يصير، لو درت هذه شنو يصير. لكن الآن نحن لا نعلم من اللي بينفذ، يعني لو أنت تبدير إعادة حتى إعادة إعمار زي ما يقولوا، من اللي بينفذ إعادة الإعمار؟ وين إعادة الإعمار؟ أي إعمار يعني وين؟ هل هو اللي في بنغازي أولا ومن حيرصد الميزانية؟ صحيح صحيح، أسئلة أسئلة في غاية الأهمية طبعا، ومن حيوافق عليها ومن حيرصدها يعني، ومن حيوافق عليها؟ يعني لازم يكون سلطة تشريعية توافق على الميزانية. صحيح. يعني توافق صحيح على هذا الصرف. السلطة التشريعية هي تمثل المجتمع الليبي، تمثل الشعب الليبي كله. يعني الآن طيب عندنا مشاكل، وبالتالي أنا أعتقد أن التركيز على المسار السياسي مهم جدا جدا، السياسي والأمني طبعا مهمات، لكن نحن الآن نخطط أو ندير حلول، لكن نرجعها لحين ما يكون في توافق سياسي. يعني طيب أنا عندي نقطة أخيرة، وكنا استضفنا حضرتك يعني عليها بشكل أكثر تفصيلي في استوديوهاتنا في عمان لما كنت منورنا في عمان دكتور، وهي نقطة إيقاف ضخ النفط. يعني إلى أي مدى هذه النقطة أثرت أو تؤثر اليوم على المسار الاقتصادي؟ بكل تأكيد هذه تؤثر بشكل كبير جدا جدا. يعني نحن مصدر الثروة أو مصدر الدخل عندنا النفط، يساهم بأكثر من 66% من الدخل طبعا في كثير من السنوات، وبالتالي هذا المصدر الآن يساهم يمكن 100% من الصرف الأجنبي، وبالتالي هذا الآن متوقف طبعا. الصرف الآن يتم بالنسبة للصرف الأجنبي للعملات الأجنبية من الاحتياطيات، ولكن أعتقد أنه في تقطير جدا جدا الآن في الصرف بالعملة الأجنبية، ومن العملة الوطنية يعني بالنسبة للميزانية وغيرها يتم عن طريق الاقتراض طبعا، وهذه كلها الآن مشاكل. فأنا أعتقد أن يعني غلق الأبار النفط وحقول النفط يعني هذا مؤثر الآن جدا جدا. وأنا يعني تعرف أن حتى في هذه اللقاء اللي احنا درناه قلت لك أنا المفروض أن تجتمع لجنة من الطرفين تجتمع كذا وتحل هذه المشاكل. يعني نقولوا مثلا ليش مسكرين النفط؟ شو السبب؟ يعتقد كثير من الناس الآن في الشرق بأن توزيع إيرادات النفط غير عادلة، وكثير من الجهات حتى الجهات اللي قريبة جدا من حقول النفط في نوع من التلوث، في نوع من كذا يشكو يعني من تلوث المنطقة اللي غادي، ولكن لا أحد يلتفت إليهم. يعني بالإضافة إلى أن المناطق كثير من المناطق تشعر بأن هناك غم في توزيع إيرادات النفط، فيفترض أن يجتمع الناس الخبراء أو السياسيين في وقع الأمر ويناقشوا هذا الموضوع يعني شرقا وغربا وجنوبا، ويتحولوا أو يتوصلوا إلى أقرب حل ممكن يعني في أقرب وقت، لأن كل ما يستمر الوقت والحقول مقفولة كل ما تأزم المشكلة. ونعرف نحن الأزمات اللي كنا نعاني منها في 2017 وحتى 2018، يعني ارتفاع كبير في الأسعار، ما فيش عملة ليبية في المصارف، يعني كثير من المشاكل اللي السلع ما فيش برضو، مشاكل كثيرة الآن نتوقع أن تحدث لو استمر إقفال النفط على جميع الليبيين، مش على منطقة دون منطقة أخرى، كل الليبيين سيعانون من هذه المشكلة. وبالتالي يجب على السياسيين، وأنا أعتقد أن السياسيين لا يشعرون بهذه المعاناة في وقع الأمر، لأنهم كلهم دخولهم عالية وبعضهم حتى يعيش برا وصرهم برا. نعم. فما مش حاسين بما يحس به المواطن الليبي العادي يعني.
أشكرك دكتور عطية الفيتوري أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، كنت ضيفا عزيزا في هذا الجزء الأول من لايف. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونفتح الملف الثاني في حلقة اليوم. أهلا بكم من جديد في الجزء الثاني من لايف. ليست وحدها مشاهدينا الكرام من تعاني، لكن معاناتها لاقت صدى واسعا، معاناة بلدية جدابية من النواحي الخدمية، فهنالك في المدينة مشاريع متوقفة لم يتم استكمالها. المسؤولون يقولون إن الحكومة الليبية هي التي لم تكمل هذه المشاريع لأسباب سوف نتعرف عليها في هذا الجزء الثاني، كما سوف نتعرف على تفاصيل التفاصيل فيما يتعلق بأسباب بقاء البنية التحتية تشكو من الإهمال حتى ارتفع صوت المواطنين عاليا. يلتحق بنا عبر الهاتف السيد مبارك المنفي عميد بلدية إجدابية. مرحبا بك أستاذي الكريم، كنا نتمنى أن تكون معنا بالصوت والصورة، ولكن باب 218 نيوز مفتوح أمامكم. نعلم تماما أن هنالك مشكلة عامة في ليبيا، هي مشكلة البنية التحتية المتهالكة، ولكن هذه الأزمة أصبحت مستفحلة في مدينة جدابية، لماذا؟ أولا نحييكم ونحيي السادة المشاهدين لقناة 218. وبالنسبة للمشاريع، أنت عارف وضع الدولة الليبية بصراحة من 2011 لحد الآن، تعرف الحروب وفيها المشاكل، وخاصة مدينة جدابية مرت بجميع الحروب وبجميع المشاكل، والبنية التحتية فيها متهالكة مش منتورة. وتواصلنا احنا مع رئاسة الوزراء في شهر 8/2019، وتم تخصيص مبالغ، واحنا طبعا ركزنا على ثلاث ملفات مهمة، اللي هو ملف الكهرباء وملف الصرف الصحي وملف الطرق بصفة عامة. هذه الملفات وبدأنا يعني الشركات العمل في نسب متفاوتة فيهن، وبصراحة أنا لا نحمل للحكومة الليبية المؤقتة يعني هذا يعني التقصير في الشركات، ولكن لأن الإشراف عن طريق البلدية والمتابعة عن طريق البلدية، وفي بعض الصفحات وبعض يعني بصراحة يحكوا الكلام أن المشاريع فشلت. بإذن الله مشاريع جدابية تكون فاشلة، لماذا لا يتكلموا على اللي هو الصرف الصحي؟ كانت جدابية دائما فيها طفح وفيها المياه الصرف الصحي وفيها اللي هو مياه الأمطار، صارت الحمد لله جدابية الآن لا يوجد فيها طفح بالنسبة لمياه الصرف الصحي. الكهرباء الحمد لله ماشي، الطرق فيها اللي هو نسبة إنجاز معقولة، لكن تعرف الطرق مربوطة، جدابية اللي هو مادة الإسفلت والقطران يجي من بنغازي بعد تبدأ في أمطار في بنغازي أو في جدابية يتعطل العمل. وتواصلنا قبل حوالي 7 أيام، كنا في اجتماع من السيد معالي رئيس مجلس الوزراء، ويتابع في مشاريع جدابية شخصيا ومكلفين اللجان ويتابعوا فيه، والحمد لله احنا بصراحة يعني المواطن في جدابية احنا عارفين المعاناة اللي عانيت فيها في جدابية من المتهالك في الطرق في كذا، لكن نطمن المواطن في جدابية ان بإذن الله جدابية وطرق جدابية ومشاكل جدابية سوف ترى النور ان شاء الله. طيب، تحدثت أنه الشركات بدأت في العمل في الفترة الماضية، ولكن هنالك مشاريع لم تستكمل، لماذا أستاذ مبارك؟ طبعا تعرف المشاريع التي لم تستكمل، تعرف الشركات طبعا اللي هو نفذ والنسب تفوق 50%، وحولنا إجراءاتهم والإجراءات الإدارية بتعرف رئاسة الوزراء، يعني رئاسة الوزراء يعني القسم المالي او الاداره القانونيه يعني ما تشتغلش على بلديه جدابية، جميع البلديات بتعرف 2019 كان جميع المشاريع عن طريق رئاسه الوزراء راسا، وكنا نتابعه احنا يوميا نتابعه فيه ونتابعه في المشاريع هذين وما شاف يعني بصراحه في مرحله متقدمه، واحنا خاطبنا رئاسه الوزراء وتواصلنا معاه بانه يتم التعجيل في صرف مستحقات الشركات لكي تزيد او للاستمرار في المشاريع. في بعض الشركات اللي عند اللحظه هذه مستمره في عملها، في بعض تعرف الشركات يعني القدره مش واحد والقدره الماليه والامكانيات مش واحد، لكن احنا هذه الشركات اللي موجوده في جدابية او في المناطق المجاوره
هذين هن الشركات اللي موجوده وهن ينفذ في العمل مش وفي بعض المشاكل اللي يتكلموا عليهم في بعض الشوارع دائما يقول لك انت كما تشتغل ما تخطاش بالله، والمهندسين عندهم ملاحظات والبلديه عندها ملاحظات واللجنه شكلها مرافق في مراسل الزراعه عندها بعض الملاحظات، واول باول الشركات اي شركه عندها ملاحظه عندها امر فني في خطا يتم تعديله ان شاء الله. طيب تواصلنا مع هو الشيء هو في شيء انا بصراحه مؤسف يعني انا 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 غير لحظه استاذ مبارك لانه انا وصلتنا طبعا من مصادرنا يعني مجموعه من المشاريع ونسبه الانجاز، هو تقرير عن الموقف التعاقدي والتنفيذي للمشاريع بكل تاكيد حضراتكم يعني في جدابي عندكم بعلم يعني في اكثر من مشروع نسبه الانجاز فيه تقريبا 91%، هذا 90% تركيب العلامات الارشاديه، في نسبه الانجاز 88 في 90 في 86 يعني في 78 يعني حرام انه نسبه الانجاز الكبيره هذه لا تنتهي بايجابيه. لا توجد نسبه انجاز. بالنسبه على سبيل المثال احنا عندنا جدابيه اللي هو تخطيط الطرق والطلاء وتقليم الاشجار هذين كلهن تم ايقافه من قبل البلديه، لان انت عارف التخطيط هذا يجي بعد الصيانه التامه للطرق وعملية السلف للطرق والنظافة الكاملة للطرق والإنارة، بعدها تجي عملية اللي هو احنا نسمو فيها اللي هو طلاء البندورة وطلاء الطريق وعملية تقليم الأشجار. وهذينا في حاجة انت عارف دائما الفيس او صفحة التواصل هم ياخذوا في إجراءات غير سليمة وفي اللي حتى يشتغل في شغل مش كويس في اللي أمور كثيرة، لكن احنا الحمد لله كثقة كاملة في المهندسين في مسؤولي القطاعات اللي احنا مشرفين عليهم، وباذن الله باذن الله الايام بيننا وجدابي صفة ترى النور ان شاء الله. بس ايضا في المقابل يعني هو بكل تاكيد يوجد تقدير للجهود اللي تقام وتبذل من اجل النهضه في كل مدينه، ولهذا اساسا توجد اللجان التسييريه المجالس التسييريه وايضا البلديات سواء المنتخبه او المعينه. ولكن في المقابل استاذ مبارك المنفي هنالك مواطن، المواطن يعني بطبعه عجول، بطبعه يريد النتائج الإيجابية وبسرعة، وهذا يضاعف من المسؤولية على حضراتكم في توقيت حساس أستاذ. فعلا طبعا احنا دائما احنا نقدر ونجل المواطن اللي غير تعلي مدينته، والمواطن دائما محب، لكن المواطن دائما ينظر للأمور يعني ما ينظرش للجوهر الأمور. في بعض الامور كيديه ضد عمل بلديه، انت عارف جدابي المنطقه الوحيده اللي دائما وانا مسؤول على كلامي ما زال فيها اللي يتبعوا الدواعش الاخوان يتبعوا الميليشيات كلهم موجودين، وحال غايتهم ان ما يتمش اي مشروع اصلاح في بلديه جدابي. لا كيف هذه النقطه وضحها لي اكثر استاذ، معلش استاذ مبارك، اكثر مدينه في استاذ مبارك في الارهاب اللي هي استاذ مبارك تسمعني او لا؟ بلديه جدابي تسمع في حضرتك او لا استاذ؟ انا اسمع. لا وضح لي النقطه هذه لانها مهمه، كيف موجودين في داخل المدينه وما يبوش المشاريع تنجح؟ انت عارف جدابيه حتى تو جدابيه في قارعه الارهاب في طرابلس، وعندهم مع احترامي لك وللمشاهدين عندهم اشخاص موجودين في جدابيه دحين وزارعينهم موجودين في جدابيه وهم اللي بصفحات تواصل مضلله وضد مصلحه مدينه ضد مصلحه بلديه، لان هم هدفهم ان يا احنا يا جدابيه ما تعمرش بها، ولكن باذن الله بابناء جدابيه الخيرين جدابيه باذن الله يكون اعمارها على يدين ابناء جدابيه الخيرين. طيب هل انتم متفائلون انه في المستقبل القريب سوف تكون هنالك انفراجة مالية؟ بإذن الله احنا متأكدين وليس متفائلين، وانا كعميد بلدية جدابية مسؤول على كلامي بإذن الله اي فشل في المشاريع انا اتحمل مسؤوليته شخصيا، وبإذن الله جدابية طيب. الايام القليلة القادمة سوف ترى النور ان شاء الله. ما الذي يجعلك متفائل؟ اسمح لي ناقشك في النقطة هذه لانها مهمة، المواطن يريد الاساسيات اللي تنطلق منها حضرتك في تفاؤلك. لثقتي في السيد رئيس الوزراء الحاج عبد الله سليم. بس ثقة بس. ثقة والكادر بالنسبة للمهندسين والمسؤولين اللي معايا في البلدية لاني اعرفهم حبهم لجدابية وخدمتهم لجدابية، وباذن الله ان مشاريع جدابية تكون ناجحة ان شاء الله. طيب هل في سقف زمني يمكن من خلاله انه المشاريع تستكمل؟
سقف زمني دائما، انت عارف اجراءات الدول الجاريه كم مره احنا نعطف سقف، لكن انت عارف الحكومه المؤقته منين تجلب في الاموال؟ دائما بالاقراض عن طريق المصارف عن طريق كذا، فهي احنا بصراحه يعني ما نش ليمين عليهم في عبده، لكن عارفين من خلال اجتماعاتنا من خلال تواصلنا معهم من خلال جلوسنا معهم عارفينهم انهم باذن الله يستكملوا مشاريع جديده ان شاء الله. طيب انا اشكرك جزيل الشكر استاذ مبارك المنفي عميد بلدية جدابية، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة جدابية، نتحدث عن مشاكل البنية التحتية بس في دقيقتين. نتمنى من الزملاء أن يعرضوا لنا بعض الصور يعني للشارع العام في مدينة جدابية، لأنه المواطن يشكو طبعا، هذا شارع مهدم شارع مكسر، يعني المواطن في مدينة جدابية يشكو من البنية التحتية المتهالكة. وعلى فكرة يعني لما نتكلم على النقطة هذه، مش جدابية لوحدها، يعني جدابية ليست بدعا من القول، مش استثناء، يعني جدابية هي مثال حي لما هو موجود في كل المدن وفي كل القرى والأرياف والبلدات الليبية شرقا وغربا وجنوبا، أينما وليت وجهك هنالك مشاهد زي هذه. بس أنا عندي يعني مجموعة من النقاط في دقيقتين، نتمنى ما نطولش على السادة المشاهدين، نتمنى تتحملوني. يعني هنالك رصف شارع النصر الجنوبي في مدينة جدابية، الجهة المنفذة الشمس الأفريقية، رقم العقد 45/2019، الموقف التنفيذي جاري، بدء التنفيذ باليوم 90 يوم، القيمة الإجمالية زوز 1,133,000 وغيرها، الجاهز لدفع تقريبا 1,000,000 كذا، نسبة الإنجاز 56%، رصف شارع شعبية الأطلس نسبة الإنجاز 91%، إعادة رصف شارع الإمام 78%، شارع طرابلس من مفترق الضمان إلى تقاطع سحنون 53%. أنا الآن نعطي في أمثلة، يعني في أيضا رصف شارع الإمام من مفترق العبدية إلى جزيرة طريق جالو 83%. في صفحة أخرى برضو تركيب العلامات الإرشادية زي ما قلت وطرحت للسيد مبارك 90%، تركيب العلامات الإرشادية ازدواجية المدخل الغربي لمدينة جدابية 90% كذلك، أيضا 86% اللي هو تشجير وصيانة الأرصفة في الشوارع ومداخل مدينة جدابية. يعني في نسبة إنجاز لا بأس بها، يعني حرام زي ما قلت، يعني حرام أنه نسبة الإنجاز هذه لا تكتمل، حرام أنه الصورة لا تكتمل بالشكل الإيجابي اللي يتمناه كل المواطنين في مدينة جدابية. حاولنا أن نقدم نبذة مختصرة، وأعتقد أنه السيد مبارك المنفي يعني قدم الإجابة الشافية وقدم الصورة الوافية، ونحن سوف نتابع كجهة إعلامية نمتلك مراسل في مدينة جدابية يقوم بعمل جبار من داخل المدينة، وسوف نغطي كل ما يتعلق بهموم المواطنين. أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، غدا حلقة جديدة مواضيع جديدة بإذن الله.